السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زار وفد الكاف اليوم مدينة عنابة، حيث وقف على مدى جاهزية مركب عنابة يعني الأشغال حول الملعب، وكذلك تفقد المستشفيات مدينة عنابة وبعض يعني المرافق تاع الفنادق لاحتضان يعني والاستقبال ضيوف نتاع الوفود. اللفتي سوف تشارك في الشان في هذه يعني بداية السنة المقبلة. والسلام عليكم.